أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة لنحو نصف مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن معدل استيراد النفط الخام من العراق بلغ 480 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمقدار 298 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ 182 ألف برميل. وأشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ أكثر من 3,600,000 برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 797,000 برميل يوميا، ثم العراق بمعدل 480,000 برميل. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم بلاده نحو 155 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للاجئين العراقيين والمجتمعات التي تستضيفهم. وقال بلينكن إن الدعم الأمريكي يوفر المأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة في مختلف أنحاء العراق، فضلا عن دعم العراقيين النازحين الذين لا يزالون يواجهون الصعوبات لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا. بعد 4 أيام فقط من إطلاق رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي البرنامج الإسكاني الذي يتضمن منح أراضي للمواطنين الذين لا يملكون منازل خاصة بهم، توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأعمار والخدمات صباح عبد اللطيف أن يصل عدد المتقدمين للبرنامج إلى 20 مليون شخص. هذا وتعد أزمة السكن في العراق من أكبر الأزمات التي يعاني منها العراقيون في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فضلا عن استشراء البطالة والفساد بشكل كبير، فيما شكك العراقيون بجدية الحكومة في تنفيذ وعودها بهذا الشأن. أعلنت مديرية زراعة ذقار السبت فقدان نصف خطتها من محصول الشلب للموسم الحالي في قضاء قرمة بني سعيد بسبب شح المياه. وقالت المديرية في بيان لها إن نحو 1500 دونم من الخطى الزراعية لمحصول الشلب فقدت من كرمة بني سعيد من مجموع 3000 دونم. وبينت الدائرة أن سبب هذه الخسارة يعود لشح المياه الواصلة إلى الأراضي الزراعية في القضاء، مؤكدة أن الفلاحين يتحملون عبئا بتهيئة الأراضي الزراعية هناك دون جدوى اقتصادية من ذلك. وافق البرلمان التونسي على قانون الانعاش الاقتصادي الذي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل تونسي بفتح حسابات بالعملة الأجنبية. يأتي هذا بعدما فشل البرلمان في جولة سابقة في المصادقة على القانون بسبب جبهة رفض شديدة شكلتها المعارضة البرلمانية ومنظمات مدنية طلبت عدم تمريره. وأعلنت المعارضة البرلمانية تقديم طعن رسمي بقانون الانعاش لدى الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن فصولا ترتقي إلى جريمة تبييض الأموال. قدر صندوق النقد الدولي خسائر الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا بنحو 15 تريليون دولار حتى نهاية العام 2024. وأوضح الصندوق أن الإصلاحات الداعمة للنمو أجلت أو تم التراجع عنها بسبب الجائحة، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في الجمع بين الإصلاحات الداعمة للنمو والإنفاق من أجل التعافي من الوباء لتحقيق الرخاء المأمول. نلقاكم بإذن الله.